طيبين النهاردة أول يوم في النهضة، مبسوطين إن إحنا نكون موجودين كلنا في الكنيسة علشان ما نضيعش وقت، أو زي ما مكتوب على الموقع بتاع الكنيسة إحنا عندنا زي كل سنة هدفين، موضوعات روحية عشان ننمو بحياتنا الروحية، ولكن بيمشي جنبها كمان موضوعات أسرية علشان خاطر نقدر إن إحنا فعلا ننمو في حياتنا الروحية بدون أي أحجار عصر. لما بنتكلم في موضوعات اسريه فاحنا مش بنتكلم يعني من طرف ان حد فوق وحد تحت، حد بيعلم حد بيتعلم، لا احنا جايين ان احنا في الموضوعات دي نتعلم كلنا مع بعض. قد يكون عندنا مشكله بشكل او باخر في كميه معينه في نقطه معينه، محتاجين ان احنا نتناقش مع بعض، ناخد افكار، ولأجل ان احنا لو ربنا لمس قلبنا في فكره معينه محتاجينها ان احنا فعلا نبتدي ننفذها. عشان ما اضيعش وقت كتير وندخل في موضوعنا، الموضوع النهارده بعنوان ملامح الاسره المسيحيه، ملامح الاسره المسيحيه. انا يمكن عندي هدف في بدايه الموضوع ان احنا نقرا كلمه ربنا، لان ربنا يسوع ليه؟ علشان خاطر يكون لينا افضل حياه ممكنه، نبقى فرحانين بحياتنا، فاحنا محتاجين نقرا كلمة ربنا لأن هي تساعدنا كتير 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 في حياتنا. يمكن مشاكل كتير قوي بتجيلنا خصوصا في الأسر إن احنا شوية بنبعد عن كلمة ربنا، بنبعد عن الكتاب المقدس. عشان كده أنا هسيب ليكوا سؤال هنجاوبه من الكتاب المقدس، واللي هيجاوبه ويجيب الإجابة بكرة الإجابة تبقى بسيطة، الورق يبارك باسمه ويكتب الإجابة وهنجمع الإجابات الصح. هتاخد يعني ريت يجي بدري 10 دقايق ولا حاجه عشان نقرا منهم الكتابات، والاجابات الصح هناخد منهم ورق يعني 4 أو 5 جوائز ممكن يتوزعوا بكره قبل ما العزه تبتدي. السؤال بيقول كم مره وردت كلمه فرح ومرادفاتها يعني في رساله معلمنا بولس الرسول لاهل فيليبي؟ رساله فيليبي رساله صغيره مكونه من 4 صفحات، اللي هيروح النهارده يقراها ويشوف كده كلمة فرح ومرادفاتها، يعني مثلا مسرة وصار كده، كل تعتبر زي كلمة فرح، نعدهم ونجيب كده ورقة مكتوب فيها الاسم وعدد المرات بس، كام مرة؟ اوكي؟ الكتاب المقدس مهم تتعلم منه حاجات كتير. ربنا يسوع قال في متى 4:4 ليس بيخش وحده يحيى الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. وإرميا في العهد القديم قال وجد كلامك فأجبته فكان كلامك لذهب قلبي. فاحنا محتاجين ان احنا نتجمع حوالين كلمه ربنا ونبتهج بيها كاسره واحده. مفيش مانع ان الزوج يكتب اسمه والزوجه تكتب اسمها وورق كمان باسم حد من الاولاد او حد من الاولاد ارى وجاوب. اوكي؟ السؤال 14 بثيم مان كوت ديزيز وورد فرويده oder was gleicht auch im Brief des heiligen Paulus an die Philippa. Okay? Das ist, dieser Brief hat nur 4 Kapitel. Okay? Wir können das sehr leicht lesen und dieses Wort sagen. Wenn wir über die ملامح الأسرة المسيحية sprechen, möchte ich sagen, dass das Hedef الأسمى لربنا كان هو الأسرة. هو العيلة، هو ارتباطها ببعضها. وعلشان كده أصبح برضه الهدف الأسمى للشيطان هو إن هو يهد العيلة دي أو يبوظها أو يخربها أو يعمل فيها كل اللي يقدر يعمله عشان يبقى كل واحد لوحده. ده عايزين نتفق عليه من الأول. ربنا كده كان مرتب الأسرة كده كلها موجودة فيه كده. موجودة فيه وقدام عينه وفي بطنه وهو دايماً متواجد فيها. علشان كده انا عايز اتكلم كده عن ان الاسره كده في ربنا ليها صفتين مهمين جدا. اول حاجه ان هي اسره فيها محبه، اسره محبه، مش عايزين نتكلم كلام انشا ممكن ناخد حاجات نطبقها يعني. اسره فيها محبه، بمعنى ايه؟ بمعنى ان قصه الاسره هي قصه خلاص، يعني ايه؟ يعني حد بيجي يشترك معايا في خلاص نفسي. صعب قوي ان طرف ينال الخلاص بعيد عن الطرف الثاني. يعني بمعنى ان الشركه دي اصبحت شركه في خلاص الانسان نفسه، صعب ان الزوجه تخلص من غير زوجها.
الزوج يرقص من غير زوجته. علشان كده لازم كل واحد مننا في المفهوم ده كده ينظر لشريك حياته على انه هديه من ربنا، على انه هديه من ربنا وشريك في قصه الخلاص. اي نظره ثانيه سلبيه هتبقى بتهدد الجواز دوت او بتخلي الاسره ديت كده في مشاكل كتير. يا ريت كلنا النهارده نبص على النظره دي، انت بتبص لشريك حياتك على انها شريكه في قصه خلاصك، بتبص لها على انها هديه من ربنا، ولا بتبص لها على انها ايه بالظبط؟ بتبص لشريك حياتك على ان هو هديه من ربنا، ولا بتقيمي الموضوع ازاي؟ وخلي بالك، وخلي بالك اللي بيبص بس بشريك حياته على العيوب ده انسان ما عندوش حق. انسان كده مش بينفذ كلمه ربنا. الانسان فعلا اللي باصص لربنا هيشوف في العيوب دي حاجات ايجابيه كتير. يعني يقولوا كده ان العيوب بتعلم الانسان الاحتمال، مفيش انسان من غير عيوب. لكن اتعودي ان انت تتعلمي الاحتمال من العيب دوت، ده اول فايده للعيوب، بتعلمنا الاحتمال. تاني فايده للعيوب ان انا عندي عيوب برضه، اكيد مش معقول يعني ان في حد من غير عيوب، يعني ان انا اقيم ان كل العيوب موجوده في الطرف الثاني وانا بيرفكت 100% دي تبقى نظره صعبه جدا. فبالتالي برضه العيوب بتبقى فرصه ان احنا نتبادل، يعني انت تستحمليه يوم السبت هو يستحملك الحد والاثنين والثلاث، بعدين تستحمليه الاربع وهكذا، يعني في فرصه للايه؟ للتبادل. يبقى العيوب هي فرصه للاحتمال، العيوب هي فرصه لان احنا نتبادل مع بعض احتمال مصادرنا، العيوب كمان هي فرصه للتشجيع على التوبه، للتشجيع على التوبه. ده رقم واحد، ورقم اثنين بالنظره الايجابيه، يعني حد مثلا يكون عصبي شويه فانا ابص للموضوع ده بشكل ايجابي، اقول هو صح جوزي عصبي شويه بس شخص عنده حنيه كده وبيتصرف بسرعه وجدع، ممكن ابص لها نظره ايجابيه. واحد يقول مراتي يعني هاديه شويه او زي ما بيقول يعني كلمه كده مش عايز اقولها، يعني بص على ان هي يعني ان هي ايه هاديه، هي رايقه، هي عاقله، هي تقيله كده، يعني بص للعيوب بشكل ايجابي. النظره احيانا بس النظره اللي بتختلف بتخلي الانسان يستريح كتير جدا 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 في التعامل مع شريك حياته. يبقى قلنا ان اول حاجه ربنا يحتاجها ان الاسره دي اللي موجوده فيه وفيها محبه، وفيها محبه، كل واحد بيبص لشريكه على انه هديه من ربنا ومش بيبص بس على العيوب. واخدنا فايده العيوب. تاني حاجة ربنا عايز أسرة يسودها الاحترام المتبادل ما بين الزوج وما بين الزوجة. وهنا بيبقى في مشكلة كبيرة إن إحنا كل واحد مننا ينتظر من الآخر الاحترام بدون ما هو يقدمه. عايز أقرأ معاكم كده من سفر صموئيل الثاني مثال سلبي للاحترام المتبادل ما بين الزوجين عشان يمكن باللون الأسود يوضح لنا اللون الأبيض. هقرأ من سفر صموئيل الثاني اصحاح 6 يقول كده: فاخبر الملك داود وقيل له قد بارك الرب بيت عبيد ادون وكل ما له بسبب تابوت تابوت الله. فذهب داود واصعد تابوت الله من بيت عبيد ادون الى مدينه داود بفرح. وكان كلما خطا حامل تابوت الرب 6 خطوات يسبح ثورا وعجلا معروفا. وكان داود يرقص بكل قوته امام الرب، وكان داود متنطقا بافود من كتان. فاصعد داود وجميع بيت اسرائيل تابوت الرب بالهتاف وبصوت الفوق. ولما دخل تابوت الرب مدينه داود اشرفت ميكال بنت شاول من القوه، ورات الملك داود يطفر ويرقص امام الرب، ركزوا معانا، فاحتقرته في قلبها. هذه أول مشكلة، فاحتقرته في قلبها. يا ريت الموضوع يقف على كده، يا ريت احتقرته في قلبها، بعد كده كده دخلت صلت قدام ربنا وقالت يا رب يعني اتصرف المشاعر السلبية اللي طلعت جوايا ديت، لا نكمل.
فادخلوا تابوت الرب واوقفوه في مكانه في وسط الخيمه التي نصبها له داود. واصعد داود محرقات امام الرب وذبائح سلامه. ولما انتهى داود من اصعاد المحرقات وذبائح السلامه وبارك الشعب باسم الرب، بعد كده يكلمنا ازاي باركهم. بعد كده رجع داود ليبارك بيته، فخرجت ميكال بنت شاول لاستقبال داود وقالت، شوفوا هو لسه راجع من مرض وفرحان ومبسوط، اصعد داود الرب لمكانه وبارك كل الشعب. استقبلته وقالت، ما كان اكرم ملك اسرائيل اليوم حيث تكشف اليوم في عيون عبيد إمائه كما يتكشف أحد السفهاء. يعني قلت له كده باختصار التسافير زي كده بالظبط، يعني واحد راجع مبسوط وفرحان بسبب العمل اللي هو عمله، واللي بالنسبة للطريقة اللي هو اتربى بيها يتناسب معاه. يعني داود كان راعي وكان ابن راعي غنم، هي بنت ملك بصت الموضوع بشكل تاني مختلف، احتقرته في قلبها وقت رجع من على الباب استقبلته بالكلمه كده في وشه. فده مثال سلبي جدا جدا جدا، ولكن مع الاسف بيتكرر بشكل او باخر. فاحنا محتاجين النهارده ان احنا نبص على الموضوع ده، محتاجين ان احنا نحترم بعض في مشاعرنا. هي احتقرته في قلبها، اي مشاعر سلبيه لازم نصارع فيها بالاعتراف، اي مشاعر سلبيه لازم تكون قدام ربنا تتحفظ، لكن ما نسمحش للمشاعر ان هي تدمر حياتنا وتدمر بيوتنا. داود وميكال هنا طبعا هو ما سكتش برضه على فكره، يعني هو رد عليها، فقال داود وميكال، انما امام الرب الذي اختارني دون ابيك ودون كل بيته ليقيمني رئيسا على شعب الرب اسرائيل. الكلام السلبي هيكون اكيد نتيجته كلام سلبي، المشاعر السلبيه هيكون نتيجتها مشاعر سلبيه. لازم نحترم مشاعر بعضينا، لازم نفهم ايه الفروق اللي موجوده ما بيننا. يا ريت نقرا فيها في الموضوع ده. النهارده عايز يعني اديكم اقتراح، لو دخلنا كده على النت كتبنا الاسره المسيحيه هيطلع لنا حاجات كتير قوي. بس انا بنصحكم ان في كده فيديوهات موجوده لواحد اسمه الدكتور مجدي اسحاق. الدكتور مجدي شغال فاميلي كونسلر وعمل مشهور ناس كتير جدا وعنده خبرات كتير جدا، والعظام دي مسموعه يعني حتى مش محتاجين نقرا ولا حاجه، ممكن نحطها كده ونسمعها، هتستفيدوا كتير جدا جدا جدا. انا شخصيا استفدت كتير منها وانا بحضر للعظه النهارده. يعني مثلا يقول مثلا في المشاعر او في التعبير عن المشاعر يشجع كده يقول ان الست عامله زي الحمل والراجل عامل زي السلحفه. معلش التشبيهات كده، ولكن بسبب حاجة. يعني بمعنى ان السيدات بيبقوا شويه المشاعر بتاعتهم حاميه وظاهره دايما على طول، لما يكون في حاجه يبقوا عايزين دايما يعبروا عنها، عايزين دايما يقولوها، لكن الراجل مشاعره دايما بتكون غالبا مقفوله، يعني مجرد ما يتعرض لمشكله ولا حاجه يقول عامل زي السلحفه، يعني ايه؟ يروح يعمل نفسه كده جوه ايه؟ الصدفه بتاعته، بما ايه مش عايز يتكلم. هي عايزه تتكلم وهو مش عايز يتكلم، لازم نفهم الفرق دوت كويس. يعني الست مش لازم هي تزن علشان خاطر يتكلم، لازم يعني تحترم مشاعره وتديله وقته لغايه ما هو هيتكلم من نفسه. ونعرف ان مشاعرنا دي طاقه كده خارجه مننا، وكلامنا ده طاقه خارجه مننا، يا اما تكون طاقه تبني يا اما تكون طاقه تخرب. قلنا نحترم بعض في المشاعر، نحترم بعض في الالفاظ، زي ما قلنا كلمه واحده ممكن تعمر بيت وكلمه واحده ممكن تخرب بيت. تعالى الكتاب المقدس عشان كده قال الكلام اللين يصرف الغضب، الكلام اللين يصرف الغضب، والكلام الموجع يهيج السخط، الكلام الموجع يهيج السخط. زي ما استقبلته كده من على الباب ويعني ما عملش حاجه غلط، الراجل فرحان بتابوت ربنا وده يتناسب مع تربيته او مع نشأته، طريقه تعبيره عن افكار القضيه. يعني في قصه حكاها الدكتور مجدي عن واحده ست كان زوجها بعيد عنه، يعني سكير، راجل سكير، يعني راجل بيشرب كتير وكان حالته صعبه خالص. فمره رجع البيت بسبب طبعا الصحبه مش كويسه، مره رجع البيت سكران خالص، سكران فينا يعني،
ف اول كده لما فتحت الباب ولقيته عامل كده قلت له مش حرام عليك بيتك وولادك تعمل كده، فراح اديها كده. هو طبعا مش تريان من نفسه، فجالها نوع من انواع الخرس العصبي يعني خرس، معلش دخلت القلق وما تكلمتش تاني خالص. فاخدوا الست ديت بيحكي الدكتور مجدي ان هم جابوها عنده، فبعد طلعوا كلهم مره وبعد قعد اتكلم معاها شويه. طبعا بيبقى مفيش اي سبب عضوي، لكن هو سبب نفسي، بيبقى صدمه شديده فخلاص عقد في سنه يعني. فببعض التحليلات او بعض العلاج النفسي معاها يعني بعد جلسه علاج نفسي ابتدت ان هي تتكلم. فبيقول كده ان جوزها كان موجود بره طبعا قاعد، جوزها واهلها طبعا كلهم طبعا واخواتها ومامتها وعيلتها، موقف صعب جدا طبعا. فجوزها دخل طلب ان جوزها يدخل، بيقول كده وهو كجزء من العلاج النفسي مسكته سلاح ده جزء من العلاج يعني. وهي قاعده ساكته. بعد كده قال لها دلوقتي ده دورك ان انت تقولي له كل اللي انت عاوزاه. يقول الدكتور مجدي يعني المفروض ان الحالات ديت بتبقى الست بقى ايه؟ بتنفجر بقى بتتكلم بقى يعني ما فيش حد بيقدر يوقفها، يبقى من حقها يعني في الوقت ده. فبيقول الست قالت له جمله واحده، قالت له بقى انا استاهل منك تعمل فيا كده، بس ما فيش حاجه تاني خالص بس. فبيقول كده الدكتور مجدي ان الراجل فضل يبكي، ما عملش حاجه غير انه فضل يبكي بس. بعد كده راح قايم وقال لها حقك عليا وبس راسها. بعد كده ربنا انقذ البيت ده بسبب حكمه الست دي، كلمه واحده بس منها كانت كفايه ان هي تصلح البيت كله. تخيلوا بقى لو كانت اشتغلت كان زمان البيت ده راح. ولكن يحكي الدكتور ان هما رجعوا مع بعض البيت والراجل ده تاب وتغير وبقى ورجع تاني، والست دي كسبت جوزها وكسبت بيتها بكلامها الحلو. يا ريت نتعود ان احنا نكلم بعض كلام حلو. المسيح لما كلم السامريه قال لها حسنا قلت وهذا قلت بالصدق، رغم ان هي كانت ست وحشه. يبقى احنا ما نستاهلش ان احنا شريك حياتنا وشريك حياتنا ان احنا نقول له كلام حلو. احيانا ما بنعبرش عن محبتنا، وده مش صح. لازم محبتنا نعبر عنها. لازم انت كزوجه تمتدحي رجولك، تمتدحي اسلوبه، تمتدحي حسن العشره بتاعته، تمتدحي فيه شكله، اختياره لبسه، حاجات كتير نقدر نمتدحها بعض. انت كمان تقدر تمتدح زوجتك ومحبتك ليها، تمتدح شكلها. لازم تقول لها كل شويه ان انت بتحبها، لان دوت بيبتدي دايما في الودان، حب عن الست بيبتدي من الودان. دكتور مجدي كلم عن تدريب حلو قوي، قال كل واحد يقول لمراته كل يوم 5 مرات كلام حلو. 5 مرات، 5 كلمات مجامله لشريكة حياتك، 5 مرات مجامله لشريك حياتك. ده اقتراح قدمه وقال انه نفع مع ناس كتير جدا جدا كانت بيوتها يمشيش زي ما بيقولوا على الحياه يعني فيها مشاكل. 5 مرات بس، دول ما تقطعش عن 5 مرات، 6 لا، هم 5 بس كل يوم. اوكي؟ بيحكي حكايه كده عن واحد في امريكا مراته يعني هي عشان شكلها حلو شويه فهي معتقده ان هي كده خلاص يعني مش محتاج ان هي تعمل اي حاجه. فجوزها بيقول كده ممكن جاب لها عربيه ما لهاش اي حاجه عادي يعني لا شكر على واجب يعني. كانت غريبه شويه الست ديت، ولكن هو جوزها كان محتمل يعني. فحضرت الكلمه ديت في النهضه يعني، وبعد كده خدت التدريب دوت 5 مرات دوت. بيقول كده وراحت البيت، اول ما دخلت البيت فقالت له كان اسمه مارك، مارك يو ار سو هانسم، يعني انت شيك، انت شيك النهارده. راح بص كده مستغرب، بعد كده من غير ما يقول ولا كلمه طلع بره، فضل يلف حوالين العربيه، اعتقد ان هي عملت حادثه او حاجه وهي جايه عشان خاطر تغير ده. قال لها من امتى يعني بتطلع الساعه كام؟ بقول يعني مش متعود خالص على كده. فابتدت ان هي تقول يعني ان ده
الخيارات التدريب اللي حددته في قال لها مين اللي كان الدواد ده ده واحد جاي من مصر قال لها فين ده انا لازم اشوف الدواد تاخديني معاك بكره ثاني يوم راح معاها وراح الراجل راح الدكتور مجدي يعني عمال يقول انا بتاع العربيه انا اللي مراتي وطبعا ما يعرفوش خالص طبعا الراجل يعني مش مصدق نفسه من كتر اللي بيحصل دوت ان مراته تقول له حاجه زي كده فقال له انت ماشي امتى؟ قال له انا ماشي بكره قال له لا طب اسبوع على حسابي عشان بس مراتي تقدر تقول لي كده كل يوم كلمه احيانا بنبقى عطشانين ان احنا نسمع الكلام ده يا ريت ما نقولش ان احنا يعني متجوزين بقالنا كتير بقالنا 15 20 او ما تعدش لا محتاجين دوت هو كان عندنا 80 سنه حتى محتاجين دوت في كل وقت كلام المجامله ما بيننا وما بين بعض اللسان مهم جدا اكتر حاجه تبقى جميله في الست واكتر حاجه تبقى جميله في الراجل لازم تكون هي لسان او لسانها في حكاية تانية عايز احكيها لكم بسرعة. الدكتور مجدي بيحكي عن أب جاهل في الصعيد. هو بيقول إن أبوها دوت لما بيروح أي أراضي كان بيقعد عنده يعني فهو متعود إن هو يقعد في المكان دوت أو بيستريح في البيت أو بيبات عنده يعني. فبيقول كده وأنا قاعد معاه على السفرة فأبونا قاعد معاه على السفرة ومرات أبونا في المطبخ فبيقول لها مش هتيجي عشان تاكلي معانا يا حبيبتي فراح هو بيقول الكلمه كده يعني ايه كده حضورك في الصعيد فبيقول حاجه زي كده فردت عليها انت انا جاي دلوقتي يا روحي فالدكتور يحكي حكايه ويقول انا الموضوع يعني كان فبيقول لها طبعا الفضول قتلني يعني لازم اسال في الموضوع ده فقال له يا ابونا يعني ده قدسه كانت تعمله على طول يعني ولا ايه؟ قال له بص يا دكتور مجدي انا براعي ربنا في بيتي. قال يعني ديت انا اخذتها من بيت اهلها وانا المسؤول عنها من بعد والديها. فبالتالي لازم اراعي ربنا فيها ولازم اكلمها كويس. ده رقم واحد. رقم اثنين قال له لان انا بقول لربنا كل يوم يا رب زي ما انا بعمل مع مراتي ده دين انا شايله عندك علشان تردهولي في بنتي. يبقى ده انا براعي ربنا لان انا المسؤول عنها بعد ما الله امرها. تاني حاجه يا رب ده دين انا شايله عندك تردهولي في ولادي. يحكي الدكتور ويقعد يلف السنين ويقعد على نفس السفره وبنت ابونا قاعده وخطيبها خطيب بنت ابونا قاعد وبنته وبنت ابونا في المطبخ ويتكرر نفس الموقف بنفس الكلمتين اللي سمعهم. وفعلا زي ما بنتكلم زي ما اولادنا بيتكلموا زي ما بتدي اولادكم فرصه عن الحياه او فكره عن الحياه جوه الاسره زي ما هيعيشوا حياتهم بعد كده. اتكلم معاكم سريعا كده في كام نقطه ناخد بالنا منهم عشان نحافظ على السعاده جوه بيتنا. خدوا كده كل نقطه وبعديها كلمتين صغيرين. بيتنا اللي بنبنيه مع بعض محتاج مننا وقت. ده رقم واحد. وقت منك لزوجك تهتم بيه، وقت منك لمراتك تهتم بيها وتتكلم معاها. اعداء الوقت اليومين دول هم التلفزيون، الكمبيوتر، والشاتنج او المجاملات والزيارات اللي مالهاش لازمه. المجاملات والزيارات بالمنظره او بدون داعي. يعني انا دلوقتي مع الاسف في حاجه اسمها دلوقتي مشكله النت. يعني يقول لك كده في ناس بتحكي لي كده يقول لي يا ابونا انا فضلت قاعد قدام صوت المسيح الحار طول الليل وانا فضلت قاعد قدام موقع الحق والضلال وعمالين نسمع اخبار تلتينها ملوش اي لازمه ولا له اي فايده والواحد بيقول من قدامها خلاص يعني مهموم وحاطه بالك. يا ريت يا جماعه نراعي ربنا في وقتنا وندي لبعض وقت. فين الوقت الحلو؟ وقت الصلاة، وقت الإنجيل، فين وقت إن إحنا نقعد مع بعض نتكلم نحاول نبني بيتنا مع بعض؟ ده محتاجينه. يا ريت ندي وقت نجاوب لبعض وندي وقت لولادنا عشان نديلهم الحياة دي، نديلهم الحياة. يا ريت النصيحة يعني للآباء يا ريت ولادكم يفرحوا إن أنتوا ترجعوا البيت. يا ريت ولادكم يفرحوا إن أنتوا موجودين
في البيت، ما يبقاش ابنك بيقول يا رب بابا يفضل في الشغل. عشان اول ما تيجي كهرباء لقيت ولادك وزوجتك يفرحوا بوجودك ما بينهم، ويفرحوا بحضنك الداخلي، ويفرحوا في كلامك. محتاجين حوار، والحوار بيقولوا كده مبني على حاجتين اتنين مهمين جدا، ان انا اسمع وان انا احترم. اسمع، نسمع بعض، ما نقطعش بعض، نسمع بعض كويس قوي، ندي بعض اهتمام ونحترم الراي. نحترم الراي بابتسامه كده صغيره، لمسه حب، تعليق. الحوار ده ممكن يتم في اي حته. الحوار ده ممكن يتم في العربيه. وانتوا مثلا بتيجوا مع بعض للكنيسه، ممكن يديكم فرصه لحوار كويس. مش واحنا جايين الكنيسه نكون جايين في حوار صعب وخناقه، نيجي ندخل الكنيسه او اي مشوار تاني. ينفع في السفر، في المرض، في اي وقت، في اي وقت موجودين فيه في البيت، يا ريت يكون عندنا حوار، بس ما نبقاش مشغولين بالحاجات اللي ملهاش لازمه. صدقوني لو غاب الحوار ما بين الزوجين يغيب الحب، ولو غاب الحب تبقى في مشكله في الجواز ده. محتاجين وقت، محتاجين حوار، محتاجين شركه. اجمل باب في الزواج هو الشركه، ان الواحد يحس ان مراتي دي هي شريكتي في كل حاجه، جوزي ده هو شريكي في كل حاجه، شركه في كل حاجه، في قراراتك، شركه، شارك مراتك في قراراتك، شارك جوزك في قراراتك، في القلق، في الحزن، في الفقر، والغنى، في الصحه، في المرض، شركه في كل حاجه، نحن شركه في الجسد. الكتاب المقدس يقول ليس للرجل تسلط على جسده بل للمراه، وليس للمراه تسلط على جسدها بل للرجل. صدقوني في كتير سلبيات بتحصل في الشركه ديت. يعني واحد يخبي عن مراته حاجات، واحد تخبي عن جوزها حاجات، ويبقى الموضوع صعب خالص. يا ريت تكون الشركه دي كده كلها في النور. كفايه كمان مثال للشركه، الشركه بتاعتنا في تربيه ولادنا. محتاجين خضوع. بيقولوا كده ان الخضوع هو قمه الحب. الخضوع مش ضعف ولا مزاله. الخضوع في الجواز هو قمه الحب، ان الانسان يخضع لصاحبه. الكتاب المقدس لما وصل السيدات ايتها النساء اخضعن لرجالكن كما يليق بالرب. في افسس 5 وفي كولوسي 3 لازم نركز في الموضوع ده. وفي التكليف بنقول وليخضع كل منكما لصاحبه، ان الخضوع انك تقدم غيرك على نفسك بقمه الحب، انك تقدم رغبته على رغبتك، انك تقدم مشيئته على مشيئتك، انك تقدم راحته على راحتك، ده قمه الحب. وعلى فكره الخضوع ما يقدرش عليه غير الاقوياء، غير الاقوياء اللي ثابتين في ربنا. اوعى تفتكر ان يقلل من شانك انك تخضع لزوجتك او انك تاخد برايها او انك تاخد بمشورتها. بالعكس بالعكس، ده عقل مريم لما المسيح تاه منهم ورجعوا يدوروا عليه قالت له ابوك وانا. شايفين الترتيب؟ العذراء مريم سيده كل البشريه بتقول له ابوك وانا. يعني بتخضع ليه وبتقدمه عليها في الكرامه، والمسيح نفسه يقول انه كان خاضع لهما. كان خاضع لهم. يوسف النجار كان خاضع للملاك، الملاك يقول له خد الطفل وامه وروح لارض مصر، وروح لارض مصر، خد ورجع اسرائيل، يرجع لاسرائيل. يا ريت الخضوع ده تكون موجود في بيتنا، مش كل واحد في ناحيه ونقطع البيت لحتت ونقسم الولاد. تعالى حبيبي انت مع مين؟ انت معايا ولا مع بابا؟ مشكله كبيره جدا ان الولاد دخلنا في مشاكلنا اللي ناتجه عن قله الخضوع وقله احترام الوصايا ربنا. الصدق، محتاجين صدق. مشاكل كتير قوي عند الرجاله ان هم بيخبوا حاجات كتير على ستاتهم، مع الاسف بياخدوا تجارب سلبيه. سمعت الموضوع ده كتير، مراتك ما تحكيلهاش على اي حاجه، ما تعرفهاش اي حاجه، ما بتروح فين ولا بتيجي منين ولا بتكسب كام، ريح دماغها، ما تعرفهاش اي حاجه خالص من الاول، عشان لما تعرفها هتعمل لك مشاكل. غلط غلط غلط. هتسمع كلمه ربنا اللي عايزه تبني بيتك، ولا هتسمع نصيحه ناس هم عندهم اساسا فقر في الحب؟ هتسمعي كلمه ربنا ولا هتسمعي نصيحة ناس عندهم فقر في الحب؟ يقول لك كده جوزك، يعني في ناس كده ولاد حلال كده بيستقبلوا أي واحدة جاية كده. بصي بقى كده من الأول، لازم جوزك دوت مش لازم يعرف كل حاجة. لازم من وراه كده تخبي شوية حاجات كده علشان خاطر برضه ما الزمن برضه زمن إيه؟ لا إحنا شرف كل حاجة. ده
يبقى اسمه ابن العقل. يبقى اسمه ابن العقل ونسمع لناس لا يجب ان احنا نتعامل. عجبني قوي قوي بيجيبوها كده في سيتي في كده اثنين ستات قاعدين بيتكلموا مع بعض، وواحده تقول لها هنخرج ولا مش عارف نروح فين، تقول لها اقول له دوزي يا شيخ هتقولي الجزء ايه؟ الست الرجاله ده ما بيحبوش غير ان هم بس يخلطوا رايهم مش عارف ايه. فراحت قالت لها لا ما بقاش ممكن تتكلمي على دوزي بالشكل ده. كلمه حلوه خالص، لكن استرسال في الكلام السلبي عن بعض قدام الناس ده حاجه صعبه خالص. سبتوا ان لما ابتدينا نخبي ابتدت الضلمه تسيطر على حياتنا. واحده تقول انا بحوش من ورا جوزي وانا خايف اقول له ده كلام فارغ. واحد يقول انا بقولش لمراتي عشان خاطر عارف لو قلت لها مصاريفها هتزيد انا بريح دماغي ما بقولش. ده برضه كلام فارغ وكلام ما ينفعش خالص. محتاجين وقت، حوار، شركه، خضوع، محتاجين صدق، محتاجين هدايا. محتاجين هدايا. هدايا في المناسبة، اوعى تنسى مناسبات زي عيد ميلادها، زي عيد ميلاده، زي عيد جوازكو، زي خطوبتكو، زي حاجات كتيرة جدا 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 تنساها وتقع منها في الطريق وده غلط. الهدية مش مهم هي هدية قد ايه، لكن مهم ان الواحد يفتكر الطرف التاني، يفتكر شريك حياته، يفتكر الشركة بتاعتهم مع بعض. الهدية بالمناسبة تبقى حلوة، من غير مناسبة تبقى أحسن وأحسن. يعني الرجاله ما تاخدش بالك كده ان انت طالع كده على الكاسه او انت طالع بعد ما عملت اي كوافل كده ما تاخدش بالك ان في ورد كده على الناحيه اليمين ب 2.99 سنت مش غاليه قوي. لكن مع الاسف بعض الرجاله يقول لك انا جبت العيش والطماطم والبطاطس واللبن كفايه كده قوي. يعني خلي بالك صدقني كل حاجه بتعملها ربنا يعوضك عليها ومعاوض. كل حاجه بتعمليها ربنا يبارك بيها بيتك وبننقل لاولادنا كمان حاجه حلوه خالص خالص خالص. الهدايا مش بس كده يعني الهدايا العائليه ولكن الوقت برضه نوع من انواع الهدايا. الكلمه المريحه الحلوه تعتبر هدايا بنبني بيها بيتنا. محتاجين اخر حاجه قانون روحي. قانون روحي يكون موجود كل البيت. قانون روحي ده يعني هقول لكم على ثمان حاجات. خلونا عارفين حاجات مهمين. محتاجين صلاة، محتاجين كتاب مقدس، لازم نجتمع مع بعض مرة في الصلاة، لازم نجتمع مع بعض قارئ الكتاب المقدس، محتاجين القداس والتناول مع بعض، محتاجين إن إحنا نعترف، يا ريت تكون لينا أربع اعتراف واحد، محتاجين إن إحنا نهتم بربنا ونهتم بالعشور بتاعتنا، محتاجين نهتم بالخدمة. محتاجين نهتم بالصلاه والصوم. الحاجات دي كلها قانون الروح دوت ان احنا بنمشي عليه ده بيبارك بيتنا وبيبارك لاولادنا حاجات كتير حلوه. في حاجه عايز اختم بيها العقل. محتاجين شويه العقل. ان الواحد كده يحسمها كده بالعقل ما يضيعش حياته بسبب حاجات ملهاش اي لازمه وانه يقضي وقته بره بيسمع الكلام وحش، يقضي وقتها مع ناس عندهم فقر كبير. فمحتاجين نعقل كل حاجه بالعقل ونشوف ايه اللي يستاهل نضيع فيه وقتنا وايه اللي ما يستاهلش. اقول لكم كلمه ثانيه، محتاجين سخاء وتدبير. محتاجين نحدد اولوياتنا، محتاجين نحدد اهدافنا، محتاجين ننظم نفسنا وننظم حياتنا. يبقى اقول لكم كده تاني بسرعه. وقت، ادوا بعض وقت، حوار، اتكلموا مع بعض، شركه، اشتركوا في كل حاجة. ده انتوا كل واحد منكم يستأمن الدنيا على نفسه. ايه الكلام في الفلوس؟ في الحاجات الفارغة ديت. صدقوني ده كلام فارغ. صدقوني ولا كريس هينفع، ولا فاميليا طيب هتنفع، ولا أي حاجة هتنفع لو البيت كان خربان. ولا الكلام ده كله محتاجين خضوع، محتاجين صدق، محتاجين هدايا، محتاجين قانون روحي. وعقل وتدبير وسخاء. ربنا يبارك ويبارك بيوتكم. إلهنا كل مجد وكرامة في كنيسته تعمل كده.